بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. طمنها سمه صديق تهني وتمنياته لفخامته بوفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والرقي، مشيدا سموه بما يجمع البلدين من علاقات أخوية وطيدة، متمنيا لهذه العلاقات المتميزة المزيد من التطور والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد أحمد ويحيى الوزير الأول الجزائري.